السلام عليكم الدراري، كي راكم دايرين؟ كنتمنى تكونوا مزيانين بخير وعلى خير. كنتمنى يكون داز صباحكم مزيان والعشيه احسن باذن الله. مرحبا بكم في فيديو جديد، فلوق جديد، بلاصه ما نقول جديده، طريق وصافي. ها فين راني؟ يعني نقول لكم خرجت بوحدي، بغيت نتكلم شويه وبغيت نرتاح مع راسي. نفكر في بزاف د الحوايج، نفكر شنو غندير من القدام. مهم بزاف د الحوايج راهم عندي في البال، بغيت نفكر فيهم. ولكن اول حاجه غنحيي واحد الشخص اللي ديما كيتفرج فيا وديما كيسالني وديما كيقول لي الا ما درتيش فلوق بالشلحه راه ما غاديش نرضى عليك وما غاديش نتفرج فيك كامل. راني عارف باللي هو غادي يتفرج في هذا الفلوق وغادي يتفرج في هذا الفيديو، وكنحييه وكنقول له تحيه اللي هو بطبيعه الحال خالي هذاك السيد سميتو رشيد، خالي رشيد اللي ساكن في السبنيول. كنقول له تحيه ليك وديديكاز ليك من شبذان، يعني من الارض ديالو. ومشاو للموضوع ديالنا. الموضوع ديال اليوم هو انه انا خرجت دابا، خرجت باش نريح مع راسي، نريح نكالمي، نشوف شنو غادي من القدام. نعرف بزاف د الحوايج، هادي اخر حاجه يعني غنهضروا عليها واللي غادي تكون فيها مفاجاه لكم. وكنتمنى تفرجوا في الفيديو حتى الاخر حيت غتكون فيه مفاجأة اللي تقدر تنفعكم، اللي تقدر تكملوا بها وتنجحوا ولا تديروا شي حاجة مزيانة إن شاء الله. ولكن أول حاجة بغيت نهضر عليها، هاد النهار السبت 6 في شهر 2 في 2021، وكما كتعرفوا اليوم السبت، وأنا كنحط فيديو نهار السبت مع 7:30 ديال العشية يعني مع المغرب. ولكن وقع لي واحد المشكل انه الفيديو اللي كنت باغي نحطه ما غاديش يتحط. علاش؟ وقع فيه واحد المشكل في المونتاج، انه البروغرام اللي كان مونتي به ما بغاش اكسبورتي لي الفيديو، يعني باش انا نشرو في اليوتيوب. ومع ذلك حاولت معاه، حاولت درت بزاف المحاولات، ما بغاش اكسبورتا. عييت معاه والو. انا دابا غادي نمشي للدار. المهم عصبني البارح ومول البارح يومين وانا معاه، عصبني بزاف وقلت اليوم غنخرج نريح مع راسي، نفكر في بزاف د الحوايج وننسى داك الهم ديال الفلوق اللي درتو بطبيعه الحال في واحد البلاصه زوينه واللي ان شاء الله غادي ينال الاعجاب ديالكم. واش غنقول لكم؟ هذه اول حاجه، وغنطلب منكم السماحه اللي غادي تشوفوا هذا الفيديو بطبيعه الحال اللي كنديروا دابا مع الصباح. غنمشي دغيا للدار وغادي نصايبو وغادي يكون هذا هو الفلوق اللي غادي نحط ان شاء الله هاد العشيه. والحاجه الثانيه انه بغيت نقول لكم، بغيت نعلمكم انه يمكن هذا الفيديو غادي يكون بلا مونتاج، يعني ما غاديش يكون فيه السينماتيك. يقدر نمونتي فيه شي حاجه مثلا قلاشي مقطع، ولا يعني توقف لي كاميرا وندير شي مقطع، ولكن غادي يكون بلا مونتاج، يعني السينيماتيك ما غاديش تكون، المناظر ما غاديش يكونوا، حيت اليوم خرجت غير باش نهضر معاكم ونتواصل معاكم ونريح حتى انا مع راسي. المهم ها انتم هالبلاصه اللي راني فيها، بلاصه ما فيها ما يتشاف، ولكن بغيت نخرج نرتاح، بغيت نخرج من الضغط اللي كيكون بنادم ملي كيستريسا في الدار، ملي كيبقى يفكر غير بوحدو، وملي كيعصبو شي حاجه كتعصبك. اخويا خرج برا وتنشق الهواء، تلفات لي من كثرت انه بلاصه واخا ما فيها ما يتشاف، ها كما كتشوفوا ما فيها ما يتشاف، ولكن غترتاح نفسيا. عرفتي النفسيه ديالك غترتاح؟ علاش؟ الاكسجين نقي بزاف، الصداع الراس ما كاينش، الناس ما كاينينش، دير اي حاجه تغوت زقي، ولكن غير ما تبقاش في الدار. ها هي الشمس طلعت، كان الشتاء، كنت خايف يصب الشتاء، كان الجو ديال الشتاء يعني بقى كيصب شويه يعني بعض القطرات هكا، وكنت خفت انه يضرب الشتاء ونصبحوا فاسقين ومراضين، حيت انا في هذه الاونه الاخيره كيغلبني البرد بزاف، والا صبات الشتاء غادي نمرض بالمعقول. والحاجه اللي بغيت نركز عليها اللي هي علاش خرجت الاول، حيت بغيت نفكر مع راسي فين غادي، شنو باغي ندير.
لفين باغي نوصل؟ مازال ما درت والو، يلاه قلت بسم الله ويلاه بديت، مازال ما عندي حتى شي حاجه، وبهذا الشيء اللي ما عندي حتى شي حاجه بغيت نحقق به شي حاجه، يعني شي حلم ديالي بغيت نحققه من هذا الشيء اللي كنديرو، وكنت اللي كنتمنى اي واحد يجلس مع راسه يفكر يشوف فين غادي، شنو كيدير، شنو خاصو يدير، الفين باغي يوصل. حنا ماشي كما كيقولوا علينا بزاف شعب مستهلك من الدرجه الاولى، لا لا خويا لا، خدم مع راسك، خدم على راسك، تقاتل، اجتهد، دمر كل العصا وغدا غتوكل العصا. ماشي المصطلح ديال العصا هو العمود، وانما العصا اللي كنقصدو هو انه انت اليوم غتاكل العصا، يعني غتخسر، غتدمر، غتعيا، غتقاتل، ولغد لي هذاك العصا اللي غتردو انت شنو هو؟ انه غدير الراحه النفسيه ديالك، وغتخلي غيرك يخدم، غيرك يدمر، حتى هو يتقاتل، حتى هو يوصل ان شاء الله. وكنتمنى باي واحد ينوض يفكر مع راسه، يجلس مع راسه، الدار راه ماشي ديال الجلوس، راه ما كاينش شي واحد غيقول لي غنجلس في الدار وغادي نتكالما، ولا غنجلس في الدار وغادي نريح مع راسي وغادي نفكر وغادي نخدم العقل. لا خويا، راه الدار ما غاديش ترتاح فيها، ماشي قضيه انه الدار كاين صداع ولا شي حاجه، وانما الدار ربعه د الحيوط، الضغط والروتين ديما راك تما. بدل اخويا الجو، بدل الجو، خرج تسارع، شوف غير شنو كاين مور داركم، دور خرج من المدينه، سير الباديه، اي احسن حاجه الباديه، شوف عاتي الحريه، ولا تزقي دير اي حاجه بغيتيها، حتى واحد ما يسيق لك الاخبار، وحتى واحد ما يقول لك اش كدير، غادي تمشى، ها هو الطريق سيدي، ما حنا ما ندخلوا لا في الممتلكات الغير لا حتى شي حاجه، انا غادي تمشوا في الطريق ديالنا نيشان، وغادي نخدموا نيشان، غادي نرجع، يعني ما عندي فين غنكمل، الطريق بزاف، المهم انا بعيد على الدار بزاف، ارتاحيت، فكرت مع راسي، قلت ندير فيديو ونموتيفي شويه الناس، وبطبيعه الحال كنتمنى انه نكون موتيفيت شي وحدين، وكنتمنى نكون السبب باش شي واحد ينوض يتقاتل. تقاتل اخويا، تقاتل، راه ما عندك ما تخسر، شوف راه بنادم اللي كيخسر هو اللي كيستنى، ما عمرك تستنى، ما عمرك تستنى الغير يخدم عليك، ما عمرك تستنى شي واحد يعاونك، راه اخويا راه حتى شي واحد ما غيعاونك من غير راسك، من غير والديك راه حتى واحد ما غادي يوقف معاك، راه ديما غيطعنوك في ظهرك. وقف خدم وغادي توصل، بنادم اللي كيخدم راه غادي يوصل. انا راه كنقول هاد الهضره ماشي حيت وصلت، باقي ما وصلت وباقي ما قلت بسم الله. اول حاجه هاد الفيديو تيفي به راسي قبل ما نموتيفيكم انتوما، هاد الهضره ديالي خرجت لي من القلب، هاد الهضره ديالي راه غنهضر ليكم على راسي، انا لحد الان مازال ما درت والو، وكان موتيفي راسي، راسي براسي، يعني ما كنستنى حتى شي واحد لا يموتيفيني لا يعاونني لا والو، وبغيت نفكر مع راسي نقول فين غادي، فين كنتمشى انا، هذا الشيء اللي كنديرو واش بغيت نوصل به، لفين بغيت نوصل به، وان شاء الله غادي نحقق الحلم ديالي اللي غادي تعرفوه منا لقدام ان شاء الله، وكنتمنى الله يعاونني، وبغيت نقول لكم انه ما تستناش شي واحد يوقف بجنبك ولا شي واحد يكون حداك، خدم وتمشى بوحدك، ما تستناش شي واحد، كنستناو الاصدقاء اللي كيتمشى اللي غادي يتمشى معاك، اللي غادي يكافح معاك، ولكن كيفاش انه يساعفك، يعاونك مثلا في شي حاجه، يتمشى معاك، ولكن ما تستناش يوقف معاك ديما و100% في اي لحظه يقدر يمشي عليك، اي لحظه يقدر يخلي، اي لحظه يقدر يطيحك، الا توالفتي مع شي حاجه راه صعيب تخلى عليها، انت توالفتي مع شي شخص كيعاونك نهار يخليك تما غطيح، ولكن اخويا خدم راسك، تمشى بوحدك، فكر بوحدك، حاجه خصك توصلها بطبيعه الحال، الا لقيتي شي واحد اللي يفهمك وشي واحد اللي قادر ديروا شي حاجه كرياتيف، ديروا شي حاجه جديده، تكريو شي حاجه اللي مازال ما دايراش، تعلق به،
وما تخليش انت فهمه هو يفهمك، تمشاو بجوج. هنا غنوصل لواحد الحاجه بغيت نقولها لكم، اللي هي كما قلت لكم يلا قلت بسم الله، اللي كنشكركم كنشكركم من كل قلبي وبزاف على 1000 ابوني ديالكم. دزت 1000 ابوني يعني وصلت ل 1100 ابوني، مازال ما هضرتش عليها. علاش؟ حيت كنوجد واحد الفيديو ان شاء الله بحال فيلم وثائقي، ان شاء الله كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، كنتمنى تنتظرونا على هذا الفيديو، غيكون ان شاء الله زوين. غنحاول ندير شي حاجه اللي تعجبكم، واللي شي حاجه تحفزكم، وشي حاجه تحفزني حتى انا. وهذه هي المفاجاه اللي بغيت نقول لكم، انه استناو الفيديو اللي غندير ان شاء الله، اللي غيكون فيديو زوين بطبيعة الحال، غيكون شي حاجه ديالي يعني ماشي ديال شي واحد، وبطبيعة الحال غيعاونوني فيه الدراري، ولكن ان شاء الله غادي يطلع زوين. كنتمنى تفاعلوا مع داك الفيديو اللي غادي يجي من بعد غادي نقول لك جوج ثلاثه السيمانات هكاك غيكون تسالى. مازال ما قررتش فوقاش نبدا فيه، ولكن ان شاء الله دوز هاد السيمانه الجايه غنفكر فوقاش نبدا. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم هذا الفيديو، كنتمنى يكون استفدتوا من هذه الحلقه ديال هذا النهار، من هذا الفيديو ديال هذا النهار، من هذا الفلوق اللي ماشي فلوق. كنشكركم بزاف، وكنهدي تحيه وكنعاود نقولها لخالي رشيد اللي ديما مساعدني، واخا كيقول لي دير فلوق بالشلحه، ولكن كنوعدك انه يكون شي نهار اللي غادي ندير فيه فلوق بالشلحه، ماشي بالشلحه ديال الاطلس ولا شي حاجه، الشلحه ديال الريف يعني الريفيه، وبالاخص ديال شبدان يعني قبيله شبدان. ان شاء الله غادي يعجب لكم هذا الفيديو، وتابوناو في لاشين الا مازال ما تابونيتوش، وديروا لايك وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، وباش يوصلكم داك الفيلم الوثائقي اللي ان شاء الله غادي نبدا نصوره، ما بقى ليه والو. وكنبغيكم بزاف، وشكرا لكم بزاف على 1K.